المسيح بيغير من الداخل إلى الخارج. المسيح قال الكلام ده هوت في الإنجيل. يعني في مثلا آية موجودة في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا بتتكلم على إيه؟ بتقول ليس تلميذ أفضل من المعلم ولا عبد أفضل من سيده. إن هو المسيح نفسه بيتكلم كده، بيقول للتلاميذ أنا ما تفتكروش إن كنت في تلميذ أفضل من المعلم ولا عبد أفضل من السيد. وإذا كان السيد اضطهد، إذا كان السيد نفسه اتعمل في وقت ما كان موجود على الأرض، كم بالحري هيحصل معاكم؟ وعشان كده المسيح حذر الأتباع، قال لهم مثلا قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لا يعرفوا الآب ولا يعرفوني. وده اللي بيحصل دلوقتي، لا عرفوا الآب ولا عرفوا المسيح. ولكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني قلت لكم. وهذا اللي خلى الأخت الإيرانية اللي حكيت عنها تؤمن بيسوع المسيح. إحنا بنتبع يسوع أخت رشا. يسوع غفر يعني لصالبيه وهو على الصليب، وطلب من الآب أنه يغفر لأنهم لا يدرون ماذا يعملون. استفانوس وهن عم بيرجموا فيه بقولهن لا تقم لهم هذه الخطية. بولس اللي قطع رأسه بيتكلم عن الغفران والمسامحة. بطرس اللي صلب بالمقلوب بيتكلم عن الغفران والمسامحة، وهكذا الرسل الأطهار.